الأستاذ حيدر كلام سليم وواقعي، كون حزب تقدم حقيقة لا قام لاقى من انسداد طيلة هذه الفترة، واجه عقبات وأبواب مؤصدة مغلقة أمام ترشيح شخصية توافقية من حزب تقدم، وخاصة يعني حصل الإشكال لدى حزب تقدم بعد انسحاب الكريم حقيقة من حزب تقدم، وأصبح سياسي مستقل، وهو كان مرشح لحزب تقدم في لتسلم هذا المنصب. لا محالة أن قيادة حزب تقدم استطاعت أن تناور وأن تكسب الوقت وأن تقدم شخصية كانت معارضة بالأساس. السيد محمود المشهداني كان مع الأطراف المعارضة لسياسة وقيادة حزب تقدم، ولكن استطاع طيلة هذه الأشهر من جعل السيد المشهداني ومن معه خالد العبيدي والأستاذ طلال الزوبعي ومحمد عبد ربه يعني سحبهم من المعارضة، وأصبحوا الآن كتلة مستقلة، كتلة الصدارة، وأعلنت رسميا بالانضمام إلى حزب تقدم. ومن ثم أعلن من قبل قيادة حزب تقدم أن المرشح الوحيد لحزب تقدم هو السيد المشهداني. كل هذه المعطيات وهذه المؤشرات تدل أن قيادة حزب تقدم استطاعت أن تخرج وأن تذلل الصعاب لمرشحها عفوا لتسلم رئاسة البرلمان. ومن ثم